مشاهدي برنامج اسأل مجرب، سعداء جدا ان احنا موجودين في اماكن فيها انتاج وفيها خير، وببقى دايما حاسس بالفخر ان بكون موجود مع ناس بتشتغل وبتشقى عشان الله تنجح. يخليك يا فندم، الناس دي عايزه تنجح وعايزه تنتج، عايزه تشوف مصر في افضل خير. ان شاء الله ان بشكرك شاء على الله الدعوه الجميله دي. يا فندم. انتوا نورتونا وشرفتونا، وجهاز دلتا ووتر يعني حقق معانا النتائج اللي ما كناش نحلم بيها صراحه. نتكلم بقى الاول، اسمك ايه واحنا فين بالظبط؟ اسمي محمد محمود وحش، ميت غمر. انا معايا 15 فدان طب 100 غمر ده اهليه؟ 100 غمر بس ده احنا اهليه. دلوقتي في كيلو 107 طريق مصر اسكندريه. تمام. عن القريه دي اسمها قريه ايه؟ قريه جابر بن حيان. في قريه جابر بن حيان، عشان اللي عايز يجي يشوف في المزرعه هنا على ارض الواقع ويتاكد بنفسه. احنا بننقل لكم وبنوثق نتائج من ارض الواقع، استخدام جهاز دلتا ووتر في معالجه المياه ومكافحه مشكله الملوحه المرتفعه التي تؤثر على المحاصيل. أنا بقالك كام سنه هنا؟ انا هنا من سنه 2000 حضرتك. من 2000 طبعا. هنا ميه 2000 سنة. ميه ابار حضرتك. الارض دي زرع التفاح، دي تاني مره تزرع تفاح لان انا غاوي التفاح جدا. تمام. فالملوحه كان عندي بير من قبل، من سنه 2000 كنت عامله على عمق 102 متر. البير ده بدا الصابون ما يرغيش في البيت، التفاح بدا ينشف، فقلعته قلبته بالحفار وزرعت تفاح جديد تاني. تمام. بدأ عملت بير تاني غير البير القديم. جماعة جيراننا عملوا البير ده وقالوا لي عليه بير على عمق 24 متر، يعتبر صرف الأراضي. تمام. البير ده طلع معايا 700 جزء في المليون ملوحة. تمام زي الفل. اشتغلنا عليه سنة واثنين وثلاثة وبدأ البير يملح، بدأت الأشجار تنشف وبدأ الضروب بيحصل، لحد ما بفتح اليوتيوب في يوم شفت حضرتك وشفت الحاج مجدي فكيه وشفت يعني امثله كتير وناس كتير. بدات اسال لما تواصلت الدكتور عيسى وتواصلت لشركه دلتا ووتر، وانا ركبت الجهاز بتاع شركه دلتا ووتر من يوم 17/5، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر، عندي مانجا بتنمو باليوم. انت بتكلمني عن 40 يوم، النتيجه ظهرت في 40 يوم بس؟ انا عندي المانجا والعمال موجودين يقولوا لحضرتك الكلام ده. الملوحة وصلت عندك كام دلوقتي؟ الملوحة دلوقتي عندي 1200 حضرتك. 1200 فأثرت على الإنتاج. أثرت على إنتاج، التفاح بدأ ينشف. التفاح النهاردة إحنا كان عندنا المتين، حباية التفاح من تحت هنا حضرتك كانت بتعمل بوز متين كده بتطرى وكانت بتبوظ وبتعدم، بالنسبة لنا ده بيبقى هالك. النهاردة الحباية استوت على الشجرة حضرتك زي ما حضرتك شايف كده. تمام. والحمد لله الحباية ناشفة وجايبة ألوان وبتدخل السوق الحمد لله، تاخد أسعار قريبة من زرع العالمين اللي هو كان بيزيد عننا في كيلو جنيه. يعني انت النهارده زودت قيمه المحصول نفسه. سوق العبور زرعي الحمد لله مقرب من زرع العالمين في الاسعار ما شاء الله. الحمد لله. انا برضو عايز اراجع معاه الكلام، لانه هو قال لي دي تاني مره ازرع تفاح، زرعت قبل كده البير رفعت ملوحته. تمام. جبت اللودر شلت الشجر، ده احساس بيبقى صعب جدا على المزارع. انت عارف يعني ايه؟ استنزفت مني جهد وسنين وعمر وسنوات عمر، انا اللي بتروح مش الشجر، الشجر قاعد لكن بني ادم بيروح. صح. تمام. جبت الشتلات وزرعت لتاني مرة، وبير جديد وشغل جديد، ولكن الحمد لله بعد ما ربنا يسر الحال وهدانا يعني واسترشدنا بالجهاز بتاع دلتا ووتر الحمد لله حققنا نتائج كويسة الحمد لله. يا جماعة الموضوع عاوز ان احنا نفكر شوية. واقدر حضرتك بنتكلم على حضرتك نسبة الملوحة في المية وفي التربة بتعمل ايه؟ نموات المانجا حضرتك بتضيع شقة سنين، بيقول لك انا عمري كان بيروح لاني بيصرف وبيستنى شهر واتنين ويقول لك هعوض المره الجايه، ويجي في الاخر يقول لك جبت الحفار وقلبته في الارض. انا دي اللي بتاع 10 11 سنه هنا. 10 مع الارض. 10. انا فعلا كنت لما اجي هنا كان قبل ما نحط جهاز كانت الارض دي كانت مطلع ملاح. يابا كان مبين، وكان كل ما نروح نلقى الشجر ياه منشف. من يوم ما ركبنا هذه حوالي عن شهر وعشرة ايام، من يوم 17/5 الجو ايه لقينا الجو غير. الوان التفاح معانا، التفاح اللي كان متاير على طول ما فيش الكلام ده يعني. تمام. الشجر المنشف لقيناه حاجه حلوه. المانجا ده هياتي كان مزغيب وسقط منه زي ما انت شايف. الري اختلف يعني، عدد ساعات الري اختلف معاك؟ ري احنا قلنا ري قل ولا زاد؟ ري قام. تاني يوم لقيته بيتصل بيا، الحقني يا استاذ محمد. قلت له خير يا عم صابر، في ايه؟ بيقول لي هو الموتور ضغطه زاد. بقول له ازاي؟ قال لي الخراطيم فرشت ميه في عدد ساعات اقل ميه. تمام. قلت له لا، انا هرجع للدكتور عيسى اساله اشوف ايه الموضوع.
فرجعت الدكتور عيسى قال لي لما بيحصل تكسير بيحصل انتشار للميه في الخراطيم حوالين الخراطيم اكتر من الميه اللي ذات ملوحه. خبره المزارع وعينه هنا يعني لاحظ يعني حتى. انا جيت بعد ما ركبنا بعديها يعني وجبه والثانيه وبصيت من جيت ايه لقيت ما فيش الملح ده ما فيش. بصينا من الجنة قمنا على حيلنا لقيت الميه بينت في الارض حاجه يعني ايه حاجه حلوه. يعني الارض اتغسلت. الارض اتغسلت وبقت حاجه يعني حاجه حلوه صح. يعني ادي شهر ونص العمليه يعني الزرع اختلف. والسماد غيرت برامج السماد قللت ولا زودت؟ احنا ما سمدناش واصل شهر كامل ما سمدتش. ما سمدناش لسه مسمدين يا دوب امبارح كلسم بس مره واحده. يعني حضرتك بتتكلم وهو بياكد على كلامه بصراحه. هو بيقول لي ما سمدناش غير مره واحده وهو بيقول له دور واحد بس. فانت بتبقى فرحان ان انت بتوفر بتخفف الاجهاد على التربه. بنوفر اتوفر والزرع حاجه بقى حاجه حلوه قدامنا والمنجه اللي كان مسقط قدامنا دلوقتي بقى الجو يعني اتعدل. الملاحه ما فيش الكلام ده هوات والارض اللي كانت ملحه ما فيش وميه الارض واخده ميه تمام وحاجه يعني اختلفت.